السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لدي ليسم البنات. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك سافان، هذا الكيك اللي مغبغي. فوالا شوف كيفاش كيجي معنا. فوالا كيجي غزال ورطب. فوالا واحد الكاطو اللي ساهل، يعني ما كياخدش منا الوقت في التحضير ديالو، ويصلح للغوتي لي زونفون. انا متاكده بان لي زونفون غادي يحمقوا عليه. دابا ان شاء الله ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو الطحين. الطحين كيبقى على حسب الخليط. انا عبرت هنايا رابعه، ندير 4 ديال البيضات. البيض عندي صغير، الا كان البيض كبير نديرو غير 3 البيضات. عندي 100 غرام ديال لاكاسوناد، نقدروا نعوضوه بسكر سنيده ابيض. عندي هنا 150 غرام ديال الزبده اللي ذوبت، وعندي 30 غرام ديال الكاكاو المر. عندي قبيصه ديال الملحه، وعندي الخميره ديال الحلوى 15 غرام. وغادي نحتاجو الفاني. دابا ان شاء الله ندوز لطريقه التحضير. هنا خديت البول ديال الروبو، غادي ندير فيه البيض، ندير فيه قبيصة ديال الملحة، غادي نزيد فيه السكر كاسونات، وغادي نديرو يطرب ليا حتى يتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما طرب ليا البيض مزيان حتى ولا على هاد الشكل هذا ولا بيض، ولا غادي نزيد دابا هاد الزبدة المذابة. نخلطها عاد من بعد نبدا نزيد الطحين. بالنسبه للطحين غادي نقسمو على 3 د المرات. غادي ندير هنا نخلط، غادي نزيد المره الثانيه ديال الطحين، وغادي نزيد الخميره. فوالا من بعد ما زدت الجزء الثاني ديال الطحين، فوالا مازال خصها ديال الطحين، غادي نقسمها وهي بحال هكذا. مازال خصها الطحين، باش النص غادي نزيد فيه شويه ديال الطحين، والنص غادي نزيد فيه الكاكاو. فوالا هذا غادي نزيد فيه، غادي نزيد فيه الفاني. هو غادي نخلط ونزيد فيه الطحين. تقريبا غادي خصو واحد المعلقة ديال الطحين، ماشي بزاف. غادي نزيد معلقة وغادي نشوف. وغادي ندوز هذا اللي غادي نزيد فيه، نزيد فيه الكاكاو، نزيد فيه معلقه واحده كبيره عامره، وغادي نشوف. غادي نزيد المعلقه الثانيه، يعني تقريبا جوج معالق. فوالا هذا هو القوام ديال العجينه ديالي. دابا غادي ندوز باش نديرو في المول. بالنسبه للطحين شوفوا شحال بقى ليا، نقولوا تقريبا هزت ليا واحد 200 غرام. فوالا دابا هنايا بالنسبه للمول، انا خديت هذا المول ديال الكيك،
درت ليه في الجناب ديالو في القاع ديالو بابي كويسون، ومن الجناب دهنتو ودرت ليه الطحين. فوالا. دابا بالنسبه لابار ديالنا غادي نقسمها على جوج، غادي ندير الاولى بيضه ومن فوق منها وحده هاد لاباط ديال الشوكولات، او تاني من فوقها لاباط ديال الفاني ابري لاباط ديال الشوكولا. هادشي اللي غادي ندير. فوالا نقسمها على جوج. نحاول نقيط عليها. عاد ندير لاباط ديالي ديال الشوكولا. حتى هي نقسمها على جوج. حتى هي نحاول نقيط عليها. صافي دابا نزيد الطبقة الثانية ديال الفاني. ومن بعد غادي نزيد الطبقة ديال الشوكولا. فوالا دابا غادي ندخلو الفران، فران لي سخون على 180 درجة. فوالا هذا هو الكاطو اللي وجدتو معايا اللي كيجي معانا غزال. فوالا شوف كيفاش كيجي، كيجي مغبغي، كاطو ديال سافان ناجح وساهل. يعني غتبعوا لي زاستوس اللي شفتو معايا. دار ليا 30 دقيقة في الفران على 180. فوالا كنتمنى من الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك بلي كومونتير، وتبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. دابا مقالين، ودعكم، نقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله مع فيديو جديد. مع السلامه.